انت كليان ديال سي عبد الطيب، شحال من سنه انت كتعامل مع سي حسن؟ 30 عام هادي وقت رجع وكذا الموعد. اشنو كتجي تاخذ مع سي عبد الطيب سي حسن؟ كل سنه دابا بغيت ناخذ السنيده، بغيت ناخذ الكوك، ناخذ كل شيء كنتقدا انا ولا اختي كتجي من الكاره حتى هي، ناخذوا عنده الورقه، ناخذوا عنده كل شيء. واش هذا الشيء كتستعملوا انت ولا كدير الاخت هي اللي كتكلف؟ اختي اللي كتبغي الورقه وداك الشيء. وانا كنسخر على الناس، كنسخر لاختي كنا في الكاره، نجي عند سي عبد الطيب، كيتصاوب معايا ويتعامل معايا مزيان، عندي نعطيه ما عنديش وقت ما عطيتش الدنيا هاني. كيتعامل مع دار سنين، انتم راه كليتو بحال الخوت. بحال الخوت. ثقة بيناتكم. كتجي اللي بغيتي الحاجة كتاخذها. ما عندي الفلوس نخلص، ما عنديش ما نخلص. عندي النقدة ما عنديش، يقول لك سيتصل معكم. معكم شيف نجلاء، معروفة بشيف أم إسراء. نقدر نقول لك أنا من المحاربات القدامى مع سي عبد الطيف، من الناس اللي بداوا لاكارييغ مع سي عبد الطيف. كنت المعلمه اولا الفورماتريس اللي كاينه في المنطقه ديال درب السلطان، وبدينا اونصومبل. يعني كانت كتكون عندي الحصه مباشره، المستفيدات ديال الحصه كاملين كيتوجهونا عند سي عبد الطيف. كان هو الشخص الوحيد اللي صراحه في هذيك الوقت، كنعاود لك هادشي تقريبا واحد 10 سنين تقريبا ياك شي 10 سنين بحال هكا بالضبط، اولا 11 سنه. كانت لا ماتيغ بروميير اولا الماده الاوليه صعيب على ان يعني المستفيده العاديه اولا الصانعه اللي كتعلم انها تحصل عليها مثلا بالديتاي، او لا تحصل عليها مثلا في بلاصه قريبه هكذا في منطقه يعني شعبيه. ولا كانوا محلات اللي خاصه بالمواد الاوليه، هما محلات يعني ديال الجمله، او لا محلات اللي يتعاملوا مع يعني الناس ديال الصناعه الكبار، المخابز الكبرى الى اخره. فعبد اللطيف ماشي كنقولها يعني كي كنقول مجامله، ماشي كيشهد الله، انا شويه يعني الحمد لله كلشي كيعرفني وعارفيني بانني شويه بعيده على الاضواء وبعيده على يعني عايشه في الكواليس. هذه اول مره ربما كدوزي في شي قناه. نعم نعم، أن هذا لقاء خاص لقناة الدار. تماما سيدي، لينا الشرف وقدر الله كي كنقولوا انه يعني كتب لينا ندوزوا معكم. انا تقريبا من الناس اللي كيكونوا يومين عند عبد اللطيف. كي قلت لك انا شي فورماتريس بعدا اصلا دابا حتى مع الدوله، دونك يعني كاع المستفيدات ديالي عارفين بان الا قراو عند ام اسراء كيخصهم يجوا عند عبد اللطيف، بس انا مفروغ منها لان الماده الاوليه. انا ملي كنجي هنا مع 8 ونص يعني كناخذ الماده الاوليه اللي غنشتغل بها في كل حصه، كنمشي عاد كندخل الحصه عاد كنشتغل بها، فاوتوماتيكمون شافني خديتي هذه بيان سور عند عبد اللطيف. يعني والحمد لله ماشي كنقول هذا الشيء كي قلت لك مجامله، ولكن شهاده في حقه في الدنيا والاخره انه انسان مجتهد يقدر يضر راسو على انه يعاونك. يعني تقدر تجيب له مثلا الماتيغ مثلا اللي يلاه مثلا ظهرات وباقا جديده، ويعني ماشي ساهل باش انك تحصل عليها، غاليه في الثمن، كيجيبها وكيقصتها ويقدر يعطي لديك المراه الضعيفه منها 5 دراهم، ويقدر وتقدر ديك المراه حتى هي الميسوره تاخذ منها مثلا ديك العلبه كامله. يعني صراحه يعني شهاده في حقه، انسان اللي كي كنقولوا مجتهد، مجتهد في الحرفه ديالو بزاف. دخل هذا الميدان عن حب، يعني هو رئيس ما شاء الله راه ذو ثقافه وذو مستوى يعني ما شاء الله عليه. وحتى كي قلت لك الدومين ديالو يعني خدات تبارك الله عن الحرفيه، يعني كي كنقولوا سمعه ما شاء الله نقيه. لي شرف كبير انني كنتعامل معاه. كي قلت لك حنا معروفين، الا قلتي عبد اللطيف كتقول ام اسراء، ولا قلتي ام اسراء كتقول عبد اللطيف، كلشي يعني في الدومين كيعرفنا مع بعضياتنا. ماشي لشي حاجه، ويشهد الله انه كيتعامل معايا كي كيتعامل مع الناس كاملين. يعني حتى انا كليانه ديالو او زبونه كناخذ، غير هو ديك الثقه او ديك العشره يعني اللي كانت بيناتنا كانت كفيله اننا نكونوا كي كنقولوا وجها لعمله واحده في الدومين. تقريبا شحال من عام دابا تقريبا يمكن تحددي انت كتعاملي مع سي عبد اللطيف؟ تقريبا 12 عام بالضبط. 11 سنه حيت عبد اللطيف فاش كان بدا في الاول كان صانع الورقه، يعني كان ما شاء الله معروف بالورقه ديال البخار، كان الناس من الناس الاوائل اللي لانصوا الورقه ديال البخار في المنطقه ديال درب السلطان. من بعد كيف قلت لك ملي بدات هذه القضيه ديال الحصص، كنا حنا ناس قلال اللي كنلانصيو هذه الحصص هكذا، كانوا ادوميسيل. انا كانت عندي هنايا الشقه في درب السلطان، يعني هنايا انا اصلا بدرب السلطان دوريجين، فكانت بديت الحصص في الدار ديال واحد الدار ديال الوالدين كانت عندنا مسدوده، هذه كانت البدايات.
كي قلت لك كانوا ناس كيتنقلوا عندي من خارج المغرب كاملين، كان يجيو يعني ناس من يقول لك عبد اللطيف يعني من يعني مختلف يعني المدن المغربيه وحتى من خارج المغرب. بالنسبه لي كتكونيهم في هذا المجال هذا كنديروا حصص، نعم حصص كنديروا التكوين، كانوا مجرد ما كيخرجوا من الحصه كيجيبوا ديك ورقه الحصه وكيجيو هنا، وكانت ايام لان هو كان الوحيد ربما في هذا السوق هنايا. الوحيد انا كنقول لك الوحيد، حنا كنا كنتعاملوا مع مثلا انا مثلا كصانعه او كمعلمه مثلا هذوك النكهات اللي كنت قبيله كتصور معاه ما كانوش كيتبعوا بالديتاي، دونك حنا كنضطروا اننا ناخذ ديك القريعه ديال 1 لتر. شحال كانت تقريبا الثمن ديالها؟ كانت ديك الساعات كاينين النكهات كتبدا من 150 درهم، هذه القليله فيهم اللي هي السيترون هما المسائل الاعتياديه، وكاين كانوا ديزاغوم اللي هما شي شويه كي كنقولوا قلالين في السوق ولا هذا، كانوا كيوصلوا حتى ل 300 درهم لهذاك الاذر. فهاد هاد الانسان اولا هاد كي قلت لك هاد عبد ربي قرب يعني سهل على الناس بزاف صراحه، باش كي قلت لك واحد القرعه اللي نورمالمون غاليه اولا واحد الماده اوليه لهاد النكهات مثلا اللي هما كانوا ديك الساعات طوندونس في عالم البسكويات اولا في عالم الصابلي، يعني شي حاجه غريبه انك دير نكهه في صابلي يعني ما كانتش معروفه، كانت شحال هادي معروف غير ديك الساشيه ديال الفاني بين قوسين. وبغينا تحدي لنا شويه على الليمون، الليمون تا موش كان واحد الكثره اللي كنشوفوا دابا. الليمون العاود هو عبد اللطيف غادي يشهدها معايا، كنا ملي كنبغيو نديروا شي يعني الصانعه كانت معروفه بانها ملي غيجي عندها واحد مستفيده مثلا الحصه كيخصها تلونسي الجديد، مثلا ام اسراء راه عندها حصه جديده، حنا كنا كنخدموا بالتيم مثلا تيم عاشوراء تيم عيد الفطر الى اخره، فانا بحكم ان كيجيو عندي معلمات مثلا من يعني حتى هما يا كيقريو اولا حتى هما كيخدموا خاصني الجديد، هذا الجديد غيشهد عبد اللطيف انني كنت ياك عبد اللطيف كنرسم الموديل ديال المرشم، كخاصني نجتهد ونرسم واحد الموديل ونمشي لواحد المنطقه معينه عند واحد الصانع معين انه يرسمه، حتى هذا الدور خداه علينا عبد اللطيف الله يجازيه بخير، دونك ولينا كنجيبوا ليه الخدمه وهو كيتكلف بها وكيجيبها يعني بكميه كثيره، دونك قبل ما يجي هذوك الكليان نهار السبت عند ام اسراء كيعرفوا داكشي اللي خدمت به غيسالوا غيجيو غيلقاو موفر عند عبد اللطيف. السي عبد اللطيف ساهم حتى في هذوك الناس اللي ما عندوش القدره الشرائيه كما كنقولوا ولاو نعم من غير القدره الشرائيه، كانوا ناس ميسولوا عندهم قدره شرائيه ولكن تنقلات، بحال مثلا وحده اللي جايه مثلا حاضره عندي مثلا من وجده او لا حاضره مثلا من طنجه او لا حاضره من الرباط او لا حاضره من يعني كتبغي انها تحضر حصه تاخذ مستلزمات ديالها كامله كماده اوليه وكمثلا مستلزمات يعني تحضير وتمشي كامله مكموله، يعني هذا الامر يعني صراحه عبد اللطيف عاوننا بزاف يعني في الميدان. هذا المحل ديال بائع الحلويات ديال عبد اللطيف السعيدي اللي كاين في مارشي الجميعه. كان اسمح لي قطعت سي عبد اللطيف، بغيت مارشي الجميعه كنسمعوا عليه من صغرنا. هو من الاسواق ربما القديمه اللي كاينه في الدار البيضاء في العاصمه الاقتصاديه. بحال المارشي اللي كاين في مراكش والمارشي ديال مارشي سنترال شي يعني كان هو الاولاني قديم بالنسبه للدار البيضاء، يعني من المارشيات الاولين الكبار اللي كانوا الناس يتفرضوا عليهم يعني بزاف. واخا في هذه الايام الاخيره ولاو ناقصين الناس ماشي بزاف. الحمد لله. علاش سي عبد الطيف علاش نقصت كما كنقولوا حنا الحركه؟ نقصت الحركه حيت دابا مابقاش مروجه السوق مابقاش مروج، علاش؟ الاسواق دابا كثروا ما بقاوش الاسواق دابا بحال بالنسبه للولفه ولاو فيها اسواق اخرين، بالنسبه لسميتو سيدي معروف ولاو اسواق كانوا كاع دوك الناس يجيو لهنا، كانوا الناس يجيو من المدينه تيجيو من برشيد تيجيو يعني بالنسبه لهذا الشيء ولا قربوا عليهم ولاو المحلات يعني كاين في دوك هاد البلايص الاخرين اللي كانوا الناس تيجيو ليهم هنا، يعني ولاو الناس يعني قربوا ليهم داك الشيء ولا حداهم، يعني تيجيو للمارشي بعض الخطرات باش يحيوا التكرا ديال هذا المارشي بانه كانوا الناس تيجيو ليه وهذا وهذا، وكاين الناس اللي ما تيلقاوش الحاجه في البلايص الاخرين تيجيو للمارشي تيلقاوها، يعني كاين حاجه نادره يعني في البلايص الاخرين تجي تلقى المارشي الجميعه تلقاها. سي عبد اللطيف انت واش كتبيع بالجمله ولا كتبيع بالتقسيط؟ لا انا تنبيع بالتقسيط، كاين الناس المختصين في هادشي ديال الجمله انا تنبيع بالتقسيط، وانا الحمد لله يعني اغلبيه هادشي ديال المواد الحلويات يعني كاينه موجوده عندنا، كاين مثلا السيليكون قوالب اللي تيجيو بهم داكشي ديال الكيك فيونسي داكشي ديال الحلويات، المهم حلويات يعني راقيه تيجيو بها بهادشي ديال السيليكون، كاين مثلا هادشي ديال الكاب كيك على الاشكال والانواع اللي تيديروا فيهم لي كاب كيك، كاين هادشي ديال اللي تيجي يصور لهم داكشي ديال لاباتاسيك، كاين المولات بزاف، كاين هادوك اللي الفوق تيصور لهم داكشي ديال الاسماء ديال الدراري وداكشي، كاين المهم هادشي ديال الارقام، بحال مثلا شي واحد عنده 12 عام ولا 20 عام يعني تيكتبوا ليه الرقم يعني السن ديالو بهاد سميتو. اللي كيحتفل بعيد الميلاد ديالو اللي كتقصد. كيحتفل بعيد الميلاد ديالو وكاين داكشي ديال عيد الميلاد. وبالنسبه للقوالب باش يصوبوا داكشي ديال البستيلا كاين مواد كاين قوالب بحال هذا وريهم لنا سي عبد اللطيف نشوفهم يصوبوا به
الذي يصور ستيلا كارية تتكون ستيلا على شكل على شكل كارية وتيدي كوريها. يعني كاين الناس في اليوتيوب اللي يخدموا بهذا الشيء. ومن كيجيو هذا القول كما كنقولوا هذا الشيء هذا تيصوبوا يعني هنا في البلاد. كاين الناس كاين في القريعة كاين الناس في يعني في عين بروكا وداك الشيء تيصوبوا هذا الشيء. اعطينا وريقك كتب على هذه كاين بالنسبة لهذا الشيء ديال الستيرة تاني كاين هذا الشكل أوفال تيصوبوا على هذا الشكل أوفال كاين على هذا الشكل الفوق هو بحال شكل حوتة تيصوبوا عليه تيصوبوا به توا في الستيرة كاين هذا الشكل هذا تيصوبوا به شلاضة يعني كاين شكلات بزاف باش تيصوبوا هذا الشيء يعني كل شكل كاين الناس اللي تيصوبوا داك الشيء اختصاصيين في هذا الشيء كاين تاني هذا الليمون هذو ديول تيصوبوا بهم داك الشيء ديال لي كيك والذي يصاوب بهم داكشي ديال الجيمواز تيقطعو بهم داكشي ديال الجيمواز باش يصاوبو الحلوى كاين مثلا هاد المعد القوالب هادو بالنسبة لهاد القوالب تيصاوب بهم داكشي ديال الفقاس الفقاس روايال يعني تيجي زوين تيصاوب بالبيستاج والاكاجو داكشي ديال لي فروي تيعمروه به وتيجي مزيان كاين هاد الشكلات خرين تانية هاهما تيصاوبو بهم داكشي ديال اش تيقول ليه ديال الفقاس تيقول ليهم هما الفقاس جويف يعني كان في الظلال فقاس رويال يعني تيصاوبو بهم فقاس رويال كاين هاد الشكل كاين هاد الشكل كاري كاين هاد الشكل على هاد الشكل سداسي كاين هاد الشكل تاني هاهو هاهو هادا على شكل قلب بغيناك تورينا القوالب اللي كيكون عندها رواج خصوصا في الاوقات الموسميه بحال كنقولوا الاعياد بحال كنقولوا القوالب كتستهلك اكثر في هذه الوقيته ديال العيد الكبير وفي عاشوراء في مناسبه الاعياد سي عبد اللطيف فين هما بالنسبه للعيد الكبير تيتشرو بحال هكا بحال هاد الموديلات هادو تيحطو بهم داكشي ديال الحلوى هذا تيش كيجي تيخدموا به حلوى ديال لوز التمر تيجي رائع هو تا هو داكشي ديال الحلويات هما راجم بحال هكا ديال النحاس بحال هذا الشكل هذا ديال الشهيدة تا هو تيصاوبيه على شكل الشهيدة تيصاوبيه يعني داكشي ديال الحلوى المهم كاين قوالب كاين بحال هذا الشكل هكا هكا على شكل كوكياجة كاين هذا الشكل هكا هو يعني يعني على شكل الدمعة هو مديكوري من الداخل كاين بزاف القوالب ولكن كل واحدة دابا تختار داكشي اللي شافت مثلا في اليوتيوب كتجي تقول لك واش عندك هاد القالب هذا كتجبدو ليها يعني كل واحد الاختيار ديالو دابا كان واحد الوقت داكشي محدد يعني كل مناسبة تيختاروا واحد المول ولا هذا تيصاوبوا به يعني وكاع الناس تيتبعوهم تياخذوهم ما دابا لا ولا المولات بزاف كاين مول بحال هذا واحد الوقت كانت خدمات به واحد السيدة يعني كان ما موجودش يعني ولاو الناس يقلبوا عليه ولاو موجود ثاني ولاو كاع الناس يعني تيخدموا الناس اللي هاد المولات تيخدموهم هنا يعني في البلاد يعني صنع محلي تولي تيخدمهم هذاك السيد اللي تيخدمهم تيولي تيطلونس حتى هو تيخدم فيهم مزيان والناس تولي الرواج عليهم وصافي الاقبال. وبالنسبه للحلويات واش الناس كتجي عندك الحلويات اللي كيجيو من خارج كازا ولا غير في كازا؟ لا تيجيو الناس من خارج كازا اغلبيه تيجيو من خارج كازا وتيجيو من كازا تقريبا يعني اغلبيه ديال الحلويات يعني المشهورات ولا اللي دايرين تيجيو تيتقداو عندنا وتيقول لك واش عندك هذا ولا يعيطوا لك في التليفون ولا الواتساب يعني الوسائل باش يسولوا يعني كاينه كثيره. تيقول لك بان واش هاد المول واش كاين ولا ما كاينش يعني ملي تقول لها كاين تجي تقدا عنده كاينه الحلاويه مثلا اللي ما تبغيش للشهره تجي عندك يعني في واحد الوقت تقول لك امتى تكون خاوي وامتى نجي عندك تقول لها علاش باش ما تلقاش مع العيالات باش ما يبقاش يسولوها ويقول لها نتصوروا معاك ولا شيء تتفادى داك الشيء هي تماما سي عبد الطيب وتقريبا هاد السلعه هادي مي كتاخذها سي عبد الطيب مي كتمي كتشريها ديال هاد السلعه يعني كاين السلعه اللي ديك تكون صنع محلي وكاين السلعه اللي تجي من الشي عن طريق الشينوا الاغلبيه ديال هاد السلعه اللي كاينه موجوده يعني تجي عن طريق الشينوا ما كتشكلش شي خطر على الصحه ديال المواطن بالنسبه للسلعه ديالنا يعني تجي يعني كاين ناس اللي اختصاصيين في داك الشيء تي قبل ما توزع داخل المغرب كيتم الفحص ديالها وكيتم على الجوده ديالها واش ما كانش الجوده كان ما يخليوهاش تدخل يعني كاين اللي كان يجيب السلعه وتيرجعها له تيقول له يعني ما مطابقاش لهذا الشيء ديال الصحه اللي عندنا حنا تقدر ترجع يعني حاجه اللي هي مزيانه راه تدخل تخدموا بها الناس وصافي. و سي عبد الطيب واش كيجيو عندك رجال تاهما يتقداو؟ لا رجال لا تيجيو غير العيالات الرجال تيلا صيفطاتهم مرته ولا شي حاجه تقول لي هات جيب لي جيب لي ما كاينش شي حلاوي يجي عندك شي خطره شي لا قليل حلاوي شي واحد كيدير شي ديال الباتيسري يجي عندك ماشي ما كاينش ولكن قليل كيجيو الناس كتخسر
بزاف الناس سي عبد اللطيف، بغينا نشوفوا النكهات اللي كيتم الاستغلال ديالها في هذه الفتره اللي كان ممكن توري لنا. كاين نكهات ها هو بالنسبه للعطريه الطبخ، كاينه هذه ها هي الاولانيه، ها هي هذه لا مارينات تيديروها في داكشي ديال المشويات بالنسبه للدجاج واللحم، تيديروها باش تعطيهم واحد النكهه زوينه. كاينه هذه هاد العطريه الاخرى، هذه تيديروها بالنسبه للحوت، الحوت وداك سميتو الدجاج ديال الفران. كاينه هذه تيقول لها العطريه المكسيكيه، تيديروها في لي بات، تيديروها في الخضره مبخره والدجاج مبخر، تيديروها مثلا في داكشي ديال الملح، داكشي ديال المملحات تيديروها. والعطريه العطريه ديال العيد الكبير ديال سي عبد اللطيف، ديال العطريه ديال العيد الكبير، تاخذوا هذه ديال المشويات، هذه ديال الخطبه وداكشي. كاينه هذه ها هي، كاينه هذه ديال الكفته، هذه تيديروها في الكفته. كاينه هذه سميتها كيديروا في الكفته، عطريه الكفته كيديروها في الكفته، كيقول لك عطيناك عطريه الكفته صافي. هذه بالنسبه لهذه عطريه ديال اللحم، تيديروها في داك اللحم بالبرقوق ولا هذا. وكاينه بالنسبه ديال اللحم، كاينه ثاني مروزيه، كاينه هذه ها هي، هذه مروزيه، مروزيه اللحم تيديروها داك السنسول ديال الحولي باش تجي شويه معسله. كاينه هذه ها هي العطريه هذه، هاد العطريه هادي ديال القطبان، ديال القطبان تجي يعني رائعه، ماشي شي. وكاينه العطريه ديال سميتو ديال المبخر، اللحم مبخر ها هي، هاي تجي هادي زوينه، اللحم مبخر. يعني الناس ياخذوها عندنا، عندي مطلوبه هاد اليامات. وكاينه ديال القطبان اللي قلت لك، شفتها القديمه ديال قدي حتى هي. وكاين واحد البصله. كيفاش كتكون، كيفاش كتجمع ما بين هاد التوابل؟ التوابل كل حاجه تجمع، لان انا شفت في بعض كاين شي توابل اللي هي مخلطه. هي هادو كنخلطوهم. انتوما اللي كتخلطوهم ولا كتجي بحالكم؟ لا كنخلطوهم هادي. بالنسبه لهاد العطريه انا كنخلطوها، تنديروا كل حاجه مع الشجي. بحال بالنسبه للقدي تكون فيه القزبر، تكون فيه الملحات، تكون فيه يعني شي حوايج، شي توابل اللي غيدخلوا في داك الشيء ديال. بالنسبه لهذا البخار تيكون فيه مثلا بحال الكمون، تيكون فيه بحال القزبر حتى هو، شحال هذه يعني تيكونوا فيه يعني توابل اللي يجيو في لوكو ديالهم، يجيو مزيان، كتكون متناسقه في الذوق كما كنقولوا. بالنسبه لهاد النكهات، بالنسبه لهاد الخلاطه، هادي تتنكه داك الشيء ديال اللي بيسكوي، داك الشيء تيقول لها لاطه راه معروفه يعني عند الناس اللي تيكتبوا. وكاينه هاد النكهه ديال البسكويت، كاينه هاد الفاني حتى هي، تاع الفاني حتى هي يعني تيخليها يقبع الفاني. كاين مثلا هادي ديال البسكويت، وديال الفريز كاين تا هو كيبان لي، تا ديال الفريز تا هو كيبان لي تا هو. يعني بالنسبه لهاد النكهات، اي وحده بغات شي نكهه، مثلا دارت شي حلوه ولا شي بغات نكهه، تجي عندنا تقول لك عطيني النكهه ديالها. كاين المونغ، كاين الكافي، كاين الشوكولا، هي كاين هاد ديال البسكوي. هذا بالنسبه لهاد البسكوي وهاد النكهه بزاف هي اللي ولاو تياخذوهم بزاف، حيت تيجيهم مزيان في لوكو ديالهم، تيجي زوين داك الشيء. وبالنسبه لكاينه هادي ديال البخاريم، كاينه ديال هادي ديال المونت ديال يعني نعناع، كاينه ديال سمينغو، كاينه اناناس، كاينه بزاف، كاينه اوريو، كاينه اورانج، كاينه سيترون. بالنسبه لهادو راه معروفين. الا كانت قلنا شنو هذاك الشيء اللي كاين تما في الوراء ديالك، هذوك السطيلات الصغار اللي كاينين تما، كتشرح لنا علاش كيتستعملوا هذوك؟ هذا لابا، هذا لاباج، يعني بالنسبه للحلويات هادشي راه عارفينو. كاين لاباج، كاين الكليكوز، كاين لاباج ثاني هنا، كاين بالنسبه لهذا الحليب ديال الكوك، لي دوكو، دوكوكو، كاين هادشي ديال المايز، هادشي اللي يخدموه بالنسبه للسلاط، هادشي ديال المايونيز، هادشي هذا لا موطانت اونسيان، تا هو تيخدموه داكشي ديال الطبخ. كاين هاد لاباط بيسكوي ها هي، هاد لاباط بيسكوي تيخدمو بها داكشي ديال سميتو ديال الصابلي. كاين هادشي ديال ديكوراسيون، كاين هادا مونغ مجفف، كاين هادا الورد، هادا سميتو
هذا شي يقول لي هذا فرومبواز وهذا المونغ وكاين لي بات كاين شي بات يلاه يخرجوهم يلاه هاد مؤخرا طيبه نجي شي شهر ديال الايام خرجوا هاد لي بات كاين لا بات بسكوي لا بات جانجوزا ها هو كاين لا بات بيستاش ماشي لا بات كريم وكاين كريم بسكوي كاين لي كريم فيهم بزاف طيبه كاين كريم كافي كاين كريم ديال كوكو كاين كريم كابوتشينو كاين لي كريم فيهم بزاف هادوك وبالنسبه لهنا ثاني كاين هادشي ديال هذا تيقول له دبس الرمان تيديروه في داكشي ديال باش كيستعملوه تيستعملوه تينكوبي داكشي ديال التمر غالبا تينكوبي داكشي ديال التمر هذا تيجي من عندنا هاد الطريق اللبناني هو هذا من لبنان تيجي سامطيف بغيناك تورينا كيفاش يمكن كما كنقول حنا الكليان ديالك ولا الناس تفرق ما بين الليمون اللي كيدخلوا من الشينوا والليمون اللي كيستعملوا هنايا لا بالنسبه لك شي باينين باين الليمون الا كانت بينا شي نموذج واخا غير نموذج الليمون ديال الشينوا تيكون شويه باين بانهم صنوعين عن طريق الاله وبالنسبه للصنع تيكون صنع المحلي تيصنعوا على حساب اليد تيكون داكشي باين يعني بالنسبه للفينيسيون داكشي ديال الشينوا تيكون تقون في الصنع ديالو وبالنسبه للبلاد راه تيكون داكشي على قد الحال المهم تيكون مصاوب يعني شويه وصافي ماشي شي تصاويب ولكن المهم تيقضي الغرض وصافي هذا هو المهم المهم هو تيقضيو بين الناس الغرض الى بغيتي تنصح العيالات الحلويات ولا المراه ديال الدار باش كتنصحها بالنسبه للنكهه ولا بالنسبه لليمول ولا بالنسبه ل تيبقى الاختيار ديالهم هما النكهات وليمول كل وحده تختار وحده بغات دير مثلا بالستيلا اوفال ما يمكنش غتقول لها انت دير بالستيلا كاريه بغات ديرها كاريه ما يمكنش تقول لها تياست بالستيلا يعني مستطيله داكشي كل وحده تشوف قلت لك داكشي في اليوتيوب تشوف الحاجه في اليوتيوب تجي تبغي تطبقها واخا كاع ولي تقنع بواحد المول ما غاديش تقنع لك هي شافت هذاك المول هو اللي بغات تمام يعني هذاك الشيء اللي بغات هو اللي تعطيها صافي بلا ما تقول لها هذه ولا هذه مصاب اقناع المراه مصاب اقناع المراه مستحيل واش تقنعها كتفضل تتعامل معها مع المراه ولا مباشره انت تكون انت تصنت ليها اش بغات يعني تكون انت بحال الخدام ديالها هكا بعد المفهوم وغادي تربحها وما الا بغيتي توريها وتفهم عليها ما غاديش تكون ما غاديش تفاهم معها هي مهما جات عندك وتقول لك اعطيني هذا اعطيني هذا يعني عارفه اش بغات واخا بعد ما كتكون انت عارف بان هذيك الحاجه راهي احسن من هذيك اللي خدات ما كت خاصها تجي تاخذ داك الشيء اللي بغات هي هي دابا تاخذ داك الشيء اللي بغات هي توريها لك شي مره اخرى يقدر مثلا تفتح لها الفكره ولا تشوفها في شي بلاصه تقول لها السيد راه كان قال لي هذا راه عنده ويني باش تاخذ هذيك الساعه ما غاديش تاخذها لانه هي جايه مصممه على هذه الحاجه بغات هذيك هذاك المول ولا هذيك البياسه بغاتها يعني غادي وبالنسبه للاثمنه سي عبد اللطيف كي دايره الاثمنه؟ بالنسبه للاثمنه عاديه داك الشيء على العموم تقريبا كل شيء تقريبا نفس الاثمنه الناس اللي باش يبيعوا بحال كاين اللي تيتفاهم مع الكليان ديالو تينقص لها شويه ولا هذا بحال بغينا حنا بحال جات عندك امراه وبغات تاخذ عندك هذه النكهه تقريبا مناش كتبدا؟ النكهه تيبداو من 5 دراهم حنا تنخدموا يعني قلت لك مع الناس الدراوش ماشي شي وحدين اللي قال هذاك الاغلبيه ديال الحلويات تيجيو الناس دراوش وصافي تتعامل معاهم يعني معامله يعني بسيطه وصافي يعني من 5 دراهم وكاين بعض الخطرات قايل اللي ما عندها تقول لها كيسير الله يعاون وصافي المهم الوقت راه غاديه ماشي كلشي غتربح معاه شي تتربح معاه شي مثلا تتصدق وصافي وغاديه الوقت وصافي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي